ده السلخ ده اقلبه معك اقلبه معك ده بيبقى موز ده كل هذا معك ده الشطة منه دي بص كده اهو مغرقة دم كده اوعى رائع ندوه رائع سلم بيك يا انت ستخوض الحرب حرب حرب ايه وانت بتبص فوق ايه يا الحرب فوق حرب ايه انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل سير لومبي ايوه قطه لا تقلل من شانك ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر النصر اكل نصر ايه ده انا كبير اوديهم مدينه نصر نصر ايه مدينة نصر مدينة نصر اسم جميل اسم رائع وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر مدينة نصر أيوة وعباس العقاد حسن حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب وياسر شامة وياسر شامة والنصرية والنصرية يعني عبدين وعبدين ومدن عبدين ومدن عبدين يعني ملوك الاكسسوار وملوك الاكسسوار وسمعنا أحلى سلامة عندنا على النصر لا سير لومبي عيوني لك ما شئت يا تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك ايه؟ انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك لا 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 اهدى شوية بقى اهدى دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك انت براذر وشقيق عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم انا اصدقك. ميرسي قوي شكرا انت حبيبي. مش كده ولا ايه؟ سلام يا قواوي حببت انت ما تديني دي أحب أعرفكم بنفسي أنا ليني مدرب كونغ فو جديد ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال فنون القتال يعني صياعة في الأداء بلطجة في الخناق واخدين بالكم معايا لأن الحرب خرعة الحرب إيه؟ خرعة الحرب ايه بالسامع خرعة خرعة ولازم تخرع اللي قدامك لازم تعمل ايه تخرع اللي قدامك ايوه لازم تخرع اللي قدامك مبدئيا كده انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال دي مبدئيات الحلوحو ونحن ماذا سنفعل يا القائد ها ماذا سنفعل نحن ماذا سنفعل يا القائد لا أفلك في حتة بقى انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي ها ولا ايه ها ايه ده ايه ده ايه ده انتوا تعرفوا بعض تعرفوا بعض انتوا اخوان انتوا اخوان ها اخوان ايه ده انا هحتاجكوا قوي بقى خلي بالكم هحتاجكوا قوي خلاص يا رجاله مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض ارمي دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده خلاص خش عليه انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه ماشي توطي لما تيجي تضرب توطي خلاص يلا العب انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده ها تعمل ايه تهويش اوعى يا كده اوعى يا ايوه انت انا مبسوط منكم قوي انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت ماشي يلا بصوا ببعض اوعى يا وانت بالنسبه
للكنافة اللي واقفة قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكأنك بترجع، تروح تهفف وكده ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا بعض برضك، وانتوا اضربوا ببعض، بس يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلوه قوي، عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني والقلم والربه دي، بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمي كفايه جسمي انخلص اسمي كفايه جسمي كده يا كده اصحى للنون اصحى للنون ايه ايه طلع لسانك كده ايه عايز ايه يا ابوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة، ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي هريسة حبيبي اسأله في اي اوضه اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. حبيبي يا عم هريسة هجي لك انا. يلا يا باشا ميات لا لا على ابوكو على ابوكو هديك بقى حمدان هديك بقى حمدان اخليك تروح كربان خليك تروح كربان وهوب فوق وهوب فوق لو ليك الشو لو ليك الشو وهوب يا فارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته ده؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. هريسه. هريسه اذا اقف انت هنا ايها الكلب الكسور، وقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا اهو. يلا همك اقف. يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ ان هذا اللمبي يفعل اشياء غريبه يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الامير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضاً يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. أكمل. كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا اللمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحداً أن يعرف أننا نقلناه في غرفة لا نعرفها لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي.
هذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر وأبتاه؟ وأنت ألا تغار علي؟ دائماً هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليبس، أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه، يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك هدوء فعل النبي. هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكراً أوي. سير لمبي، مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على غبايز يا ولاد. شكرا كده. دستور سيدتي، ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك، انتظر أنا آتية إليك. هكذا الرجال للسيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لله أسود، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة.
الأمير. الأمير إي هذا إي خطيبك؟ نعم. إنه كلب. نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرة لازم يتغير عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز.